معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من الريحانية الخبير العسكري السوري أديب العلياوي. مرحبا بك سيد أديب. إذا إيران أعلنت أن هجوم الأحواز لا يقف وراءه تنظيم الدولة، واتهمت أمريكا والسعودية هذا سابقا، أما الآن فهي ترد بضرب مواقع للتنظيم في سوريا. كيف تقرأ هذا التناقض في الموقف الإيراني؟ أسمع سؤال، والله الصوت كان ضعيف. طيب، إيران أعلنت أن هجوم الأحواز، أعلنت سابقا أن هجوم الأحواز لا يقف وراءه تنظيم الدولة، واتهمت في وقتها أمريكا والسعودية، والآن ترد بضرب مواقع لتنظيم الدولة في سوريا. كيف تقرأ هذا الموقف الإيراني؟ تربت القاعدة في إيران، وهي من أنشأت داعش في سوريا وفي العراق أيضا، عندما قام الملك باخراج العديد من المساجين من سجن ابو غريب وغيره من السجون، هم الذين اسسوا للقاعده، وبالتالي القاعده الان او عفوا داعش، وبالتالي داعش الان ترد لها الحقيقه الدين بعد ان حاصرتها في عده اماكن، وقامت يعني بمعنى بخيانه تنظيم داعش. هو من انشا تنظيم داعش وخانه في العديد من الاماكن، وقام بقصف في العديد من الاماكن، ولذلك قامت داعش بالرد على يعني ما فعلته ايران في عدد من الاماكن، وقام بهجوم الاهواز. لذلك ايران تحاول ان تلقي بالتهم جزافا، لكن هي في الحقيقه تعلم ان القاعده التي عفوا داعش التي انشاتها وربتها هي حقيقه من قام بالعمل، وهي التي يعني ما احزنها انها داعش من قامت بالعمل، لانها طيب. يعني صديق الان سيد اديب، الصواريخ التي اطلقتها ايران عبرت الاجواء التي تسيطر عليها القوات الامريكيه، لماذا لم يكن هناك رد فعل من الامريكيين؟ يا سيدي، الامريكان نحن نعلم ان يعني انهم يعني لم يكونوا جديين حتى الان في قصقص اجنحه ايران داخل الاراضي السوريه، وبالتالي هم لم يردوا. ومن ناحيه اخرى يعني لا مشكله لدى يعني الولايات المتحده الامريكيه ان يقوم اي طرف بضرب داعش وتخليصه من مشكله داعش التي الحقيقه يعني اصبحت مشكله بالنسبه حتى للولايات المتحده الامريكيه التي لا تستطيع حتى الان انهاء داعش بعد ان الخسائر الكبيره التي ولكن هناك من يرى يعني وجود غض للطرف من التحالف، على الرغم من تصريحات التحالف بانه لم يكن هناك تنسيق مع ايران في تنفيذ هذه الضربه. هو هذه الضربه هي بدون تنسيق، لكن دعني اقول ان هناك محاوله من قبل قسد التي تدعمها الولايات المتحده الامريكيه لانهاء داعش في اخر جيبين موجودين في شرق دير الزور، لكن الحقيقه حتى الان تعجز قسد عن انهاء داعش في هذين الجيبين، وخاصه في اليومين الاخيرين كان هناك هجمات بسيارات مفخخه، راح خسائر كبيره من قوات قسد. هذه الخسائر الحقيقه تلقي ضغط كبير على الولايات المتحده الامريكيه التي تدعم قسد ان كان بالسلاح، وبالتالي انا اقول ان لا مشكله لدى الولايات المتحده الامريكيه في ضرب داعش من قبل ايران، لكن المشكله لديها في تواجد ايران في المنطقه، ولكن حتى الان لم نجد جديه حقيقيه من ايران من الولايات المتحده الامريكيه لانهاء ايران في المنطقه. في السياق نفسه يعني لم نجد رد فعل من الحكومة في بغداد على هذه الضربة أو غيرها من الضربات التي تنفذها إيران منفردة في العراق. لم أسمع. نعم سيد أديب، الصوت يبدو أن فقدنا الاتصال. سيد أديب العليوم من الريحانية، نشكره شكرا جزيلا، الخبير العسكري السوري.